السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هندسكس مع بعض الـ CNS tumors أو الـ brain tumors والـ brain tumors، وإن كانت من الـ malignant tumors اللي بنتعامل على إنها rare of rare occurrence، لكن إحنا بنقدر نشوفها في العيادة بقطاعات مختلفة. زمان لما اتفقنا على الـ malignant tumors of unknown primary أو الـ occult primary أو الـ secondaries غير معلومة المصدر، ثانويات غير معلومة المصدر، كنا قلنا إنه الـ brain tumors secondaries من الحاجات اللي بتحتل تقريباً المرتبة الأولى في الـ brain tumors عموماً. يعني أكتر حد ممكن يجي لي العيادة عنده مشكلة من brain tumor وأتوقع إيه؟ إنه يكون secondaries أو malignancy من مكان تاني، والمكان ده أنا هبتدي أدور عليه. فإذا البرايمري برين تيومرز الحاجات اللي بتنشأ من البرين دي انتيتي، لكن القطاع الأكبر هو السكندريز اللي ممكن تحصل من ال تحصل من other sites و تسند ميتاستاسز لمكان تاني. البرين تيومرز هنتكلم النهارده عن introduction, definition, classification, risk factors, signs و symptoms, diagnosis, treatment in general، وطبعا هي ليها جزء nursing management مهم بالنسبة لها. الـ brain tumors هي كل ما هو موجود بداخل الـ brain tissue وما هو الـ covering كمان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو شفنا صورة بتوريني sagittal section في الـ brain، هلاقي انه في البداية الموضوع بيبقى عبارة عن سكال. البرين ده عبارة عن صندوق مغلق كده، والصندوق ده ليه حجم محدد وواضح، وهذا الحجم لا يسمح بوجود فراغات او اي حاجة اكتر من ما يحتويه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي السكال البون، وبعد كده البون بيبقى ليها مننجيس. المننجيس دي بتكفر البرين، هي بتعتبر طبقة حماية، وفي نفس الوقت بيبقى فيها النيوتريشن، البلاد فيسلز، الليمفاتكس، واتيفر. وبعد كده بيبقى البرين تيشو، واحنا عارفين انه مقسوم للوبس، الفرونتال، بارايتال، التمبرال، الاوكسيبيتال لوب. في منطقه احنا بنسميها البرين ستيم، جذع المخ، وجذع المخ ده الداينكفالون، الميد برين البونز، الميدال اوبليجاتا، وجذع المخ ده بيبقى فيه السنترز الحساسه جدا، ريسبيراتوري سنتر، السنتر المسؤول عن البلاد بريشر والبادي تمبريتشر، بيبقى موجود في الكيمو ريسبتور تريجر زون او المنطقه اللي هتبقى زي الفوميتنج سنتر مثلا. بوستيرير بيبقى فيه السيريبيلم، السيريبيلم احنا عارفين هو مسؤول عن التوازن. وبعد كده السباينال كورد هو مجموعه طبعا النيرفز اللي بتبقى موجوده لحد ما ينتهي السباينال كورد في اللون. يبقى احنا اخدنا البرين هو عباره عن ايه؟ البرين من الاساس هو عباره عن closed space. المشكله الاساسيه في signs وsymptoms بتبقى موجوده بسبب disclosure. يعني ايه disclosure؟ يعني انا لو عندي المكان ده لا يسمح بوجود فراغات او لا يسمح بوجود lesions تانيه، لانه بيعمل للاسف ما نطلق عليه increase in intracranial tension، زياده ضغط المخ، وده بيحصل على كل مستوى التيومر سواء برايمري او سكندري او متاستاسز او اي حاجه للاسف المريض بيجي يشتكي منها، جدا ممكن تكون المانيفيستيشن اوف انكريز انفرتينيال تنشن. يبقى خدنا الميجر بورشن اوف ذا برين، وبعد كده هنبتدي نتفق على الانواع. فنتخيل ان اي خليه من الخلايا الموجوده هي خليه تنشا من البرين تيشو، تنشا من المينينجيس، تنشأ من الميد برين، من السيربيلم، ولكن بأنواع متعددة من أنواع الخلايا. يبقى هي مجموعة مختلفة. heterogeneous group of tumor arising from cells within the CNS. للأسف الـ 5 year overall survival لا يتجاوز 35%، والكلام ده معناه إن أنا لو عندي 35 مريض عندهم 100 مريض عندهم برين تيومر، 35% فقط هم اللي هيكملوا بالتريتمنت لأكثر من 5 سنين. وأكثر نوع من أنواع as a primary هي glioblastoma، لكن بالأساس البيشنت في غالب الأحوال بيجي لي brain secondaries as metastasis of other sites. في أنواع الخلايا، لو تخيلنا البرين كانسر عبارة عن glioma و non-glioma. يعني إيه glioma؟ كل
ما هو نسيج مبطن لخلايا البرين؟ احنا بنسميه فين. يعني احنا عندنا حاجه اسمها كونكتيف تيشو، النسيج الضام لكل اجزاء جسمنا، يعني الاستومك مدخل فيها نسيج ضام، السكن، كل حاجه بعد طبقه الميكوزا الفانكشنال اللي بيبقى فيها كل وظيفه الخليه، بيبقى فيه طبقه مبطنه. الطبقه دي من النسيج الضام هي بتحمل الاوعيه الدمويه، بتحمل التغذيه، بتحمل الاكسجين، هي اللي بتساعد هذه المنطقه انها تكون على تواصل مع الجسم، وتكون في نفس الوقت تاخد كل التغذيه وتاخد كل الدعم. يعني في المنطقه الداعمه او الكونكتيف تيشو الذي يدعم الاورجانيزم. الكونكتيف تيشو اللي بيدعم البرين هو الجليوما، الجلايال سيلز. الجلايال سيلز دي هي خلايا بتحمل النيتريشن، بتحمل الاكسجين، بتعمل سبورت للبرين سيلز اللي هي نيوروسايتس. الخلايا الوظيفيه في البرين نيورال سيلز دي ليها تغذيه معينه، ليها نسبه اكسجين معينه لازم توصل لها، ولازم تتخلص من التوكسيك ماتيريالز اللي فيها برضه بطريقه معينه. لازم البرين ده زي ما عرفنا في حاجه اسمها بلاد برين بارد، مش كل حاجه في جسمنا هتعدي البرين. البرين ده كلوزد سبيس، في مكان كبير بيفلتر اي حاجه داخله على البرين سيل، لانه ما ينفعش يوصل لها كل حاجه. يعني التوكسينز ما تنفعش توصل لها، الكيموثيرابي لو خدناه مش كل الانواع تقدر تعدي عن طريق البلاد برين بارير. البلاد برين بارير ده بيسمح بعبور مجموعه من الماتيريالز، وفي حاجات تانية ما ينفعش تعدي خالص، فبالتالي البرين يفضل محمي وقت كتير. فالبرين كانسر اتفقنا ان هو جليوما ونان جليوما. الجليوما ما هو ناشئ من الخلايا المبطنه للبرين. في نوع من الخلايا اسمه الاستروسيتك سيل او الاستروسايت. الاستروسايت دي بيطلع منها واتس كولد استروسايتوم، وهي بتاخد اشكال مختلفه اكوردنج للجريد. نلاقي انه ال WHO كلاسيفيكيشن عمل الجريدنج مع الستيجنج. يعني ايه؟ يعني قال لنا مثلا الجريد 1 او الستيج 1 بنسميه بايلوسيستيك استروسايتوم. بايلوسيستيك استروسايتوم ده الجريد 1 اللي هو تقريبا يعني ماشي مع الستيج 1 ديزيز، وعلشان البرين تيومرز مش بتبعت هي من نفسها سكند. يعني البرين لما يكون فيه تيومر طالع من البرين ما بيبعتش سكند بسبب برضه وجود البلاد برين بارير. نادرا ما نلاقي حد يكون عنده برين تيومر وعنده ميتاستاسيز elsewhere in the body. الغالب لا، بيبقى كله in this space. فالجريد 1 اللي هو بقى مكافئ للستيج 1 ديزيز بعباره عن فايلوسيستيك. السيلز الحقيقه بتبقى يعني واخده بنايل نيتشر اكتر منها مالجننت نيتشر، وبتعالج جراحيا، وفعلا معدل الشفاء بيبقى عالي جدا. differentiated low grade او stage 2 او grade 2 according to WHO classification بيبقى فيه malignant features، ولكن السيل اللي بتبقى well differentiated يعني بتشبه السيل اللي موجوده في stage 3 الانابلاستيك. وبدل كلمه انابليزيا تدخل يعني خليه شكلها اتغير، ما بقتش زي الاوريجينال سيل. فالانابلاستيك سيل برضو دي بنعتبرها جريد 3 او ستيج 3. ستيج 4 اللي هي جلايوبلاستوما مالتي فورم، للاسف دي 3.2%، ودي من الحاجات اللي بتبقى هايلي مالجننت، وللاسف بيبقى السرفايفل اوف ذا بيشنت. بعد كده في بقى اذر يعني سيلز، الابيندايوم، الاوليجودندروجلايوما، الجلايوبلاستوما بنسمع عنها كتير في الاطفال، الميكسد جلايوما ممكن تبقى ميكسد سيلز، الانابلاستيك والكورويد بلكسس، وكل دول بيندرجوا تحت كلمه جلايوما. اللي هي من سيلز نون سبورتنج بقى في البرين زي الكرينيو فارينجيوم، هي التيومر ده بيبقى ليه كده جزء البريولوجيكال بارت، يعني في اثناء تكوين الجنين، يعني من اللايرز اللي المفروض بيحصل لها بعد وقت، لكن لو فضلت موجوده وكونت مالجنسي بنسميها كرينيو فارينجيوما. المينينجيوما دي اللي من المينينجيس، الشوانوما من شوان سيل، والليمفوما لو من ليمفوسايت موجود انسايد البرين. الابلكيشن ده تعريفي، احنا مش علينا ان احنا نحفظه ولا اي حاجه، لكن عشان يبقى عندنا تصور ان اي خليه موجوده in this closed space ممكن جدا يخرج منها what is called brain tumor، ونقدر نصنفه او نوصفه
حسب الاوريجينال سيل اللي خرج منه، سواء كان برايمر تيومر، كان سكندري تيومر سواء كان برايمري جلايوما او كان اني تايب سكندري بيناين مالجنانت وات ايفر. الباثولوجي اللي بيعمله انسايد ذا برين مينلي ان هو بيديستورب التيشو طبعا، يعني الفانكشن بتتاثر according to site. اتوقع ده التمبرال لوب ممكن البيشنت يجي يشتكي من ايه؟ هل يشتكي من مشاكل في الحركه؟ هل يشتكي من سنسوري نيورال مثلا؟ هل يشتكي من according للفانكشنال سنتر اللي موجود في السايت؟ وفي نفس الوقت بيبقى فيه انفلاميشن اراوند وبيبقى فيه manifestation of increased intracranial tension، ودي العلامه المميزه للبرين تيومر. ده ممكن تكون benign او malignant according to differentiation of cell، يعني هل الخليه بتشبه الخليه الطبيعيه ولا الخليه بدات تاخد malignant features؟ وقلنا malignant features يعني الخليه بيبقى عندها قدره عاليه جدا على انقسام cellular anaplasia، شكلها بقى مختلف عن الطبيعي، increase in nuclear cytoplasmic ratio، hyperchromatism، mitotic figures. كل ده بيقول ان الخليه بدات تفقد شكلها الطبيعي وتندرج تحت قطاع malignant. المشكلة البرين تيومرز ممكن للأسف الشديد برضه يعملوا نفس المانيفستيشن، لأن إحنا اتفقنا إن المشكلة الأساسية هي الـ closed space. closed space لا يسمح بوجود مور يعني ليجن أو يكون في أي حاجة غريبة، وده هيؤدي إلى increase في الـ intracranial tension. وحتى لو بناء تيومر برضه بيعمل مانيفستيشن. المشكلة كلها في الضغط اللي بيحصل على البرين تيشو، وده ممكن يكون لايف ثريتنينج. المريض يجي يشتكي من ايه؟ يجي يشتكي من مورنينج فوميتنج مثلا، بروجكتايل فوميتنج، الفوميتنج ما يبقاش معاه نوزيا، يعني لا يسبقه غثيان او احساس فعلا بالطريق. ممكن يجي يشتكي من مشكلة في الابصار، الفيجوال فيلد بدأ يقل او بدأت قدرته على الرؤية تقل، وبعدين لما اعمل له فحص القاع العين فاندس اكزامينيشن الاقي عنده حاجه اسمها بابيليديما بسبب الضغط اللي موجود على الاوبتيك نيرف او العصب البصري. وبعد كده اعمل له ام ار اي الاقي ليجن، وبعدين البيشنت برضو يبتدي يشتكي من manifestation of deterioration في level of consciousness، مبقاش عنده يعني درجه الوعي بدات تتاثر او تتغير. اوكي، ممكن يحصل له lateralizing symptoms، يعني يبتدي يحصل له sensory أو motor deficit، حركة تبقى غير طبيعية، أو يحصل له weakness أو paresis في مكان معين، أو يحصل له sensory motor أو even autonomic. فإن كان benign أو إن كان malignant، هي مشكلة واحدة هي increase في intracranial tension. فإن كان يعني في manifestation احنا ينبغي التدخل السريع لو حد احنا متشككين في هذا الامر. malignant tumors طبعا حسب الجريدنج بتاعها هي هتبقى واحده الكرايتيريا والسرعه في ظهور الكلينيكال presentation او clinical symptoms او manifestation. ممكن جدا البيشنت زي ما اتفقنا يجي بمالتيبل ميتاستاسيس وتبقى جايه من سكند، يعني البريست كانسر للاسف بنشوف عندهم المنظر ده كتير. كانت بتتعالج من بريست كانسر، خلوا بالكم السيناريو ده متكرر، بتتعالج من بريست كانسر بقالها مثلا بقالها 20 سنه، وبعد ما تعافت تماما دلوقتي بدا يحصل لها ديتيريوريشن في ليفل اوف كونشسنس. يقول لك احنا ما بقتش تعرفنا، ما بقتش تركيزها او نسبه او درجه الوعي بقت كافيه، فاحنا عايزين يعني نفهم هل ده ليه علاقه. في الغالب بيبقى ليه علاقه بالبريست كانسر، ممكن يكون حصل ديفلوبمنت اوف ميتاستاسيس، ولما نعمل لها ام ار اي او بيت سي تي نتفاجئ ان البرين بيبقى فيه سيكندز. بيحصل في البريست كانسر ويحصل طبعا في الهايلي مالجنانت زي الميلانوما مثلا، بيحصل في اللانج كانسر، في السمول سيل لانج كانسر فروم ذا بيجين. ممكن المريض يجي لك من البدايه وهو عنده برين ميتاستاسيس من البدايه، يبقى المالجنانت برين تيومر جنرالي مور سيريس ولايف ثريتنينج. ممكن تبقى برايمري زي ما اتفقنا، ممكن تبقى سكندري جايه من ال وير ان ذا بودي.